انا كان ليا تجربه شخصيه مع فيسبوك في مساله الريبورت، لانه كان في اكونت مزيف باسمي، يعني ده امر شخصي مش بتكلم، بس انا بضرب مثل يعني. ولما بدات ان انا يعني امشي مع الاجراءات ما وصلتيش. الموجوده، ما وصلتش وما عرفتش اعمل حاجه، ده فعملت صح. نشرت منشور على صفحتي انه يا جماعه انا ماليش اي علاقه بالاكونت ده، لانه انا شكيت فيه، يعني لانه بدا الكونتنت او المضمون بتاعه مضمون مش اعتيادي يعني. طبعا اللي حضرتك بتقوليه ده وارد انه بيحصل، ولكن برضه بيرجعنا لنقطه ان حضرتك ما عندكيش الخلفيه الكافيه انك تختاري النوعيه السليمه من الابلاغ اللي تحقق الغرض اللي حضرتك عايزاه. كنت كلمتيني. ان شاء الله فهي القصه انا في ايه؟ اتواصل بقى في ان الامور مثلا دي، على لكن سبيل المثال حساب مزيف ليه خطوات معينه، غير حساب بينشر صور لحضرتك، غير حساب بينتحل صفه حضرتك، كل حاجه وليها مدخل، زي بالظبط ما في قضيه والمحامي بيقدر يوصل للحاجه اللي حقق بيها الهدف اللي طالبه موكله. فمن الخطوات كتيره جدا على منصات التواصل الاجتماعي اللي بتقدري تعملي بيها بلاغ، فساعات ممكن حضرتك تعملي بلاغ ان ده حساب زائف وده مش الحل. لا، انت بتعملي حساب ان ده بينتحل صفه حسابي، ساعتها هيتقفل، في ساعتها ما بيكملش نص ساعه. فهي مساله برضه في الاخر بنرجع للتوعيه. عايز اقول حاجه اخيره، ان مواقع التواصل الاجتماعي احنا ما قريناش المشهد كويس في 2011، ولما حصل وتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي بشكل عمل مشاكل كتيره والربيع العربي والكلام ده كله، في دول ما قريتش المشهد جيدا، انها تعظم دور الاستفاده، انها توعي المواطن. واعتقد ان في الوقت الحالي كم الادوات اللي بقت موجوده من ادوبي فوكو اللي بيغير الصوت، من الديب فيكس اللي بتستحدث فيديوهات من العدم، الادوات بقت كتيره جدا جدا. وقصه الشائعات دي عايزين نتكلم بقى على الموضوع ده شويه استاذ وليد، لانه الناس بتصدق اي ماده مصوره امامها سواء كان صوره او فيديو، ده بيصدقوا الكونتنت المكتوب كمان. يعني ده انا لو كتبت حاجه دلوقتي مش انا، يعني مش انا تكست على صوره بس عليها اسم جريده، ده دي منتشره جدا جدا. وحتى لو ما عليهاش اسم جريده، احنا واصلين لمرحله الحقيقه من الطيبه، طيبه الشعب المصري وفطرته الطيبه انه بيصدق اي حاجه قدامه، لكن بالذات لو هو بيخاطب مثلا الشباب، الشباب يبقى عنده قدر من التشكك شويه، بس هو حط له صوره او فيديو، فاحنا حضرتك بتقول انه لا، ده حتى الفيديو انا ممكن اخلق فيديو من العدم، ده انا حقيقة. ممكن افبرك وصور. اعتقد انه المخرج تامر الخشاب اللي كان ليه مداخله مهمه في مؤتمر الشباب الاخير، وهو زميلنا بيعمل برنامج في شينك بيتذاع على اكسترا نيوز، هو بيبين كمان الحاجات دي بشكل عملي يعني قدام الناس. لكن مهم الناس اللي بتتفرج علينا كمان تكون فاهمه انه ده بسهوله بيتم يا استاذ وليد، يعني بسهوله. بصي حضرتك، هو بسهوله لاي شخصيه عامه، اي شخصيه ليها مجموعه من الصور على الانترنت، حضرتك بتاخديها وبتدخلي الصور دي من اكتر من زاويه على ابلكيشن، الابلكيشن ده موجود ومتاح وفري. الابلكيشن ده من خلال فيديو انا عايز احط حضرتك في الكادر بتاع الفيديو ده، بقول له دي صور الشخصيه اللي انا عايزها في الفيديو. فيبتدي ياخد الصور دي ويعمل لها حاجه اسمها معالجه او ريندرنج او بروسيسنج، وتبقى حضرتك اللي موجوده بشكلك في الفيديو. مش بس كده، ده كمان بياخد نبره الصوت بتاعه حضرتك من اي لقاء موجود، ويقدر يحطها كمان على الفيديو ويخلي حضرتك تقولي كلام بصوتك بحركات الشفايف. يعني كان حضرتك بيفكر في ايه؟ يعني اللي اخترع البرنامج لا انا ده هقول لحضرتك على كان حاجه عايز اكتر. ايه يعني؟ كان هدفه ايه؟ هو طبعا انا ما اعرفش لغايه دلوقتي اللي عمل الديب فيكس ده كان هدفه من القصه دي ايه، ولكن علشان الكلام ده بيحتاج اجهزه قويه جدا ومعالجات وبروسيسورز عاليه، الصين عملت حاجه لطيفه، في تطبيق صيني، التطبيق ده هم حاطين الابلكيشن ده على الكلاود، حضرتك اديله بس الصور واختاري اللي انت عايزاه، وهو بينفذ لك الكلام ده على الكلاود ويدي لك النتيجه في شكل ملف. يعني مش هتتعبي نفسك حتى وتجيبي الكمبيوتر وتقعدي تعملي معالجه لفترات طويله عشان تطلعيه بدقه عاليه. الكلاود اللي هو اي كلاود؟ لا، مش اي كلاود، كلاود زي الاي كلاود بس هو كلاود يعني مكان في الانترنت عليه الابلكيشن وعليه الكمبيوترز اللي بتقوم بعمليه المعالجه، بس حضرتك بتديله الصور وتطلبي منه الخطوات اللي ينفذها وبينفذها ويدي لحضرتك النتيجه في شكل فيديو جاهز هاي ديفينيشن. طب الكلام ده بيتكلف قد ايه؟ علشان برضو في ناس بتقول، ما هو انتوا بتقولوا انه الناس دي ما معهاش فلوس، وما هل الحاجه دي مكلفه جدا؟ جدا، فري. فري فري مكلفه جدا، فري. الادوات دي كلها فري، اي حد ممكن يستخدمها، بخلاف طبعا في حاجه تانية اسمها ادوبي فوكو، ده حاجه من الحاجات اللي موجوده. ده اصلا بقى ليه هدف، ان حضرتك الناس اللي بتعمل فويس اوفر او تعليق على بعض الحاجات، فلما حد بيسجل مقطع وعايز يعدل فيه كان بيجيبه الشخص تاني يعمله. البرنامج ده بيتيح للشخص اللي معاه الملف الصوت بتاع الراجل اللي اتكلم انه يحوله لتكست ويكتب الكلام اللي هو عايزه على الكيبورد ويضيفه على ملف الصوت، فالبرنامج بنفس نبره الصوت، هو بيعمل وقفات والبدايات والنهايات بنفس نبره الصوت. يعني أنا مثلا لو عايزه ازيف خطاب لاحد الزعماء او القاده او الرؤساء، حصلت
اجيب الكلام واحط على لسان الكلام. موجوده يا فندم، عاملينها لاوباما بالادوبي فوكو، وعاملينها له بالديب فيكس. على سبيل المثال هقول لحضرتك على واقعه حقيقيه. احد الاشخاص المشهوره في امريكا كان ليه فيديو مزيف منتشر على الفيسبوك، فبعته للفيسبوك زي ما حضرتك كنت بتذكري منذ قليل ان هم الفيديو ده مزيف. الفيسبوك قال لهم لا، الفيديو حقيقي ومش هحذفه. فعملوا ايه بقى عشان يردوا على الكلام ده؟ جابوا مارك زوكربيرج وعملوا له ديب فيكس، ان هو بيقول يا جماعه ازاي تسمحوا لواحد يتحكم في حياتكم ويجمع معلوماتكم ويستغل بياناتكم ان يبيعها لناس في مقابل اغراض بصوته. اعلانيه بصوته بشكله بحركه شفايفه. طبعا هو عمره ما هيقول الكلام ده. فده كان رد بصراحه يعني مفحم بالظبط عليهم. الموضوع بقى كتير، مع ان في ادوات طبعا كل حاجه وليها الانتي بتاعها او ليها اللي بيكشفها، لكن الديب فيكس تحديدا من اصعب الحاجات اللي ممكن حد يقدر يكتشفها. وده اللي دعا شركه ادوبي، زي ما الناس كل حاجه بتقول ايه اصل ده فوتوشوب. فشركه ادوبي حاليا بتعمل ريسيرشز وابحاث انها عايزه تعمل اداه للتعرف على الصور المزيفه، لان ده بقى كمان بيؤرق الدول الاوروبيه والاجنبيه والامريكيه. مش عندنا احنا بس، يعني مشكله الشائعات والاخبار المزيفه مش عندنا بس. منصه الفيسبوك من سنتين كانت اطلقت بعض الاخبار ان هي هتخلي في نوع من انواع الريبورترز او اشخاص معينه هي بتثق فيهم من خلال بعض الاجراءات، الاشخاص دي لما تقول ان الخبر ده حصل وهي اللي تنقله يبقى الكلام ده سليم وتمام، وبناء عليه الشخص ده حسابه يبقى عليه اعلانات ويقدر يكسب من وراه، غير كده الناس التانيه ما يتنقلش من عندها اخبار.